أي شخص يريد دخول مجال جديد سيكون لديه مخاوف وصراعات داخلية، هل سينجح مشروعي أو لا؟ هل سأخسر مبلغ الاستثمار أو لا؟ هل منتجي سيباع أو لا؟ وأخرى تساؤلات. في هذا الفيديو سأتحدث عن موقع أمازون وهل الموقع حقا مربح؟ في السنين الأخيرة موقع أمازون يتصدر مواقع البيع الافتراضية في عدة دول مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، وألمانيا، وهذا ليس بغريب لأن شركة أمازون توفر خدمات فريدة من نوعها في عالم التجارة الإلكترونية، خدمات مثل برنامج البرايم وهو برنامج شحن سريع للمشترين، أي شخص يشترك بالبرنامج سيشحن إليه أي منتج يشتريه خلال يوم أو يومين. أيضا تصميم الموقع سهل، فيمكن رؤية النظام في إظهار المنتجات والسهولة في شراء المنتجات ورؤية حسنات وسيئات المنتجات من خلال آراء الأشخاص التي استخدمت المنتج الريفيوز والتي تسمى بالريفيوز. أما بالنسبة لكل من يريد البيع على موقع أمازون فهناك أيضا خدمات مميزة أمازون توفرها للتجار مثل مخازن أمازون، من خلالها يمكننا شحن المنتجات للمخازن أمازون، تخزين المنتجات هناك، واهتمام أمازون في تغليف وشحن المنتج للمشترين بأسرع وقت ممكن، أو مثل تسويق المنتج بطريقة ممولة. في موقع أمازون يوجد برنامج تسويق داخلي يعطينا الإمكانية لتصدر نتائج البحث حتى لو منتجنا جديد، إدارة المشروع بسهولة، برنامج التجار على موقع أمازون الذي يسمى بـ Amazon Seller Central سهل وشفاف ويمكننا الاطلاع على جميع المعلومات عن منتجاتنا وإدارة المخزون لمنتجاتنا الموجودة في مخازن FBA وإدارة صفحات المبيعات بطريقة مهنية وشفافة. وجوابي للسؤال في عنوان الفيديو هو نعم، البيع على موقع أمازون مربح بسبب الخدمات التي ذكرتها. المشترين على الموقع مدمنين على الشراء من الموقع ومستعدين لشراء المنتج بسعر أعلى لأنهم يثقون بالموقع بشكل كامل. لاحظوا بأي أسعار المنتجات تباع على موقع أمازون، أسعار عالية جدا نسبيا عن باقي المواقع الأخرى، وهذا بسبب الثقة المطلقة للمشترين بالموقع. موقع أمازون خطط في تحويل الموقع لنوع من مجمع تجاري ضخم وفخم وقد نجح بفعل ذلك. لاحظوا لجودة صور المنتجات بالموقع، جودة المنتجات عالية جدا ومهنية جدا. لاحظوا في صفحات المبيعات الاقتراحات التي يظهرها والخدمات اللانهائية التي أمازون يوفرها للمشترين. دائما عندما نتسوق بمجمع تجاري نلاحظ الأسعار أعلى بكثير من التسوق في سوق أو في محلات محلية عادية، فيمكننا استغلال ذلك كتجار على موقع أمازون لربح المال. المهم أن نعرف كيفية التعامل مع الموقع بطريقة صحيحة ومهنية، وأن ندرك أن البيع على موقع أمازون هو مشروع تجاري تماما مثل أي مشروع تجاري آخر، وأن نتعامل معه بجدية وأن نكرس له الوقت الذي يستحقه لإنجاحه كما نريد. فإذا أنت تريد بدء البيع على موقع أمازون كن مستعد لبذل جهد واستثمار المال، لأن البيع على موقع أمازون هو تماما مثل أي مشروع تجاري آخر. بالنجاح للجميع.